يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال ثوب إبراهيم عليه السلام عند مجادلة القبوريين كقولنا صاحب هذا القبر بزعمكم يجيب الدعاء، تعالوا ندعوه ولننظر هل يجيب الدعاء ثم نسأله، أي صاحب القبر من باب التنزل في المجادلة، هل يجوز هذا الأسلوب؟ لا، هذا ما هو مثل أسلوب إبراهيم، تعالوا ندعو الميت، لا ما يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت لبعض العلماء ولا سلك هذا أحد من العلماء، ما سلك هذا المسلك أحد من العلماء، ولا نبينا صلى الله عليه وسلم سلك هذا المسلك، ما يجوز هذا. نعم نعم.